بنصبح عليكم مشاهدينا مرة تانية، وأهلا بيكم في موجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. اليوم انطلقت ركلة البداية. دندن يا صلاح، مول يا صلاح. للباحثين عن كرة، هذه كرة الإبداع. Hits one! Oh, what a goal! بداية أخبارنا الرياضية مع حسم منتخب السنغال التأهل لكأس العالم 2022 في قطر بعد فوزه على المنتخب المصري بضربات الجزاء في المباراة اللي جمعتهم امبارح على استاد عبدالله واد ضمن منافسات المرحلة النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022. منتخب المغرب حجز تذكرة وجوده في نهائيات كأس العالم بعد فوزه على منتخب الكونغو الديمقراطية بنتيجة 4-1 في المواجهة اللي جمعتهم على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء ضمن منافسات مباراة العودة في الدور الفاصل من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2022 في قطر. وكمان اتأهل منتخب الكاميرون للنهائيات كأس العالم بعد فوزه على منتخب الجزائر بنتيجة 2-1 بعد ما المباراة امتدت للأشواط الإضافية. المباراة اتلعبت على ملعب مصطفى تشاكر في البليدة ضمن منافسات ماتش العودة للدور الفاصل من التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال. وكمان اتأهل منتخب تونس لنهائيات كأس العالم بعد ما تعادل بنتيجة 0-0 قدام المنتخب المالي في المباراة اللي جمعت المنتخبين على الملعب الأولمبي حمادي العقربي في رادس ضمن منافسات ماتش العودة للدور الفاصل من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم. وبكده صعد منتخب تونس للنهائيات بعد الاستفادة من الفوز في المباراة اللي فاتت بنتيجة 1-0 على ملعب مالي في مباراة الذهاب. وتأهل منتخب غانا لنهائيات كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه بعد التعادل بره أرضه مع المنتخب النيجيري 1-1 خلال المباراة اللي جمعت الفرقتين على ملعب أبوجا في مباراة العودة من دور المرحلة الحاسمة في التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم. واستفاد منتخب غانا من قاعدة احتساب الهدف بره الأرض، خصوصا أن مباراة الذهاب انتهت بين المنتخبين بالتعادل 0-0. منتخب السعودية فاز على المنتخب الأسترالي بنتيجة 1-0 في المباراة اللي اتلعبت امبارح على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية الجوهرة المشعة ضمن منافسات الجولة العاشرة للمجموعة الثانية من التصفيات الأسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم. سجل هدف منتخب السعودية سالم الدوسري من ضربة جزاء في الدقيقة 65 من المباراة. ومنتخب عمان فاز على المنتخب الصيني بنتيجة 2-0 في المواجهة اللي جمعت المنتخبين على مجمع السلطان قابوس الرياضي ضمن منافسات الجولة الأخيرة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم. بالنتيجة دي بيحتل منتخب عمان المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 14 نقطة، ومنتخب الصين في الترتيب الخامس برصيد 6 نقط. والمنتخب السوري اتعادل مع المنتخب العراقي بنتيجة 1-1 في المباراة اللي اتلعبت امبارح على استاد راشد بنادي شباب الأهلي دبي ضمن منافسات الجولة العاشرة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم. وبكده بيحتل منتخب العراق المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 9 نقط، ومنتخب سوريا في المركز الخامس برصيد 6 نقط. ومنتخب الإمارات فاز كمان على منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 1-0 في المباراة اللي اتلعبت بينهم على ملعب استاد زعبيل بنادي الوصل ضمن الجولة العاشرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم. بالنتيجة دي احتل منتخب الإمارات المركز الثالث في الترتيب برصيد 12 نقطة جمعها من الفوز في 3 مباريات وتعادل في زيهم وخسر في 4 مواجهات وسجل 7 أهداف.
وفي تصفيات كاس العالم بأمريكا الجنوبية، فمنتخب الأرجنتين اتعادل بنتيجة 1-1 مع منتخب الإكوادور في اللقاء اللي جمعهم من ساعات ضمن منافسات الجولة 18 والأخيرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكاس العالم 2022. ورفع منتخب الأرجنتين رصيده للنقطة 39 في وصافة ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر، والإكوادور رفع رصيده للنقطة 26 في المركز الرابع. وتأهل منتخب بيرو لخوض الملحق العالمي بعد حسمه المركز الخامس في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022، وده بعد ما فاز على منتخب باراغواي بنتيجة 2-0 في اللقاء اللي جمعهم من ساعات على ملعب بيرو الوطني ضمن منافسات الجولة 18 من التصفيات. وحقق منتخب البرازيل فوز كبير على المنتخب البوليفي بنتيجة 4-0 في المباراة اللي اتلعبت من ساعات ضمن منافسات الجولة الأخيرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022، وبكده بيحتل منتخب البرازيل صدارة تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 42 نقطة. ومن ناحية تانية، فحقق منتخب كرواتيا فوز معنوي على المنتخب البلغاري بنتيجة 2-1 في المواجهة الودية اللي اتلعبت بينهم على استاد المدينة التعليمية في الدوحة. سجل لوكا مودريتش نجم ريال مدريد الهدف الأول لصالح كرواتيا في الدقيقة 76 من ضربة جزاء، وبعد كده سجل أندري كراماريتش الهدف الثاني في الدقيقة 80 من المباراة، وسجل المنتخب البلغاري كيريل ديسبودوف في الدقيقة 69 من المباراة. وبكده مشاهدينا خلصت أخبارنا الرياضية. دلوقتي هنرجع لشاذلي ومنا عشان يكملوا بقية فقرات صباح الخير يا مصر. إليكم. شكرا ليكي ليندا.